مرحبا، أنا أخصائية تغذية دانا برتق جفعوري. اليوم رح نحكي عن أضرار زيادة تناول فيتامين د. بالعادة فيتامين د مش من الشغلات اللي ممكن نتناولها عن طريق غذائنا اليومي أو نحصل عنه من أشعة الشمس ممكن يسبب الأذى للشخص، وإنما في حالة واحدة فقط ممكن الجسم إنه يتأثر بزيادة أخذه لفيتامين د، وهو إنه يكون عم بياخد مكملات غذائية. ممكن يكون الشخص قرر منه لحاله انه هو يتناول فيتامين د على شكل مكمل غذائي، ممكن يكون سمعها عن طريق واحده من مواقع التواصل الاجتماعي او حدا من اصدقائه او اهله قال له انه المفروض انه ياخذ فيتامين د، فقرر انه ياخذ كميه لحاله مش مدروسه من قبل طبيب او اخصائي تغذيه. بهاي الحاله طبعا ممكن يؤدي الى ترسب الكالسيوم بالدم، وهذا ممكن يعمل اضرار ومشاكل على المدى البعيد. فعشان هيك احنا دائما بنقول انه اخذ المكملات الغذائيه ما بصير يكون امر تلقائي ياخذ الشخص من نفسه، وانما المفروض يكون نصيحه من طبيب او من اخصائي تغذيه او اي شخص مختص بهذا الموضوع، انه ينصح الشخص باخذ خصوصا فيتامين د حتى ما يسبب له مشاكل قد تظهر عليه اعراض معينه لها او تعمل مشاكل صحيه على المستقبل او اخذه له كميات عاليه جدا.